چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانی کنت نورن فی الاسلاب شامخه و لرحام المتحره لم تنجس گل جاهلیت و به انجاسه ها. السيدة شاه زنان أو شهربانوي بنت يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ملك الفرس، ومعنى اسمها أنها سيدة النساء أو ملكة النساء. غير اسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال بل شهربانوي، لأن سيدة النساء هي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فلا ينبغي أن تكون هنالك امرأة تسمى باسم يفوق اسم فاطمة صلوات الله عليها. رواه الشيخ الكليلي بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام، ونص الرواية كالتالي: لما أقدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذار المدينة، وأشرق المسجد بضوئها لما دخلته، فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت: أوف بيرود بادا هرمز، وكأنها بلغتها تتأفف وتدعو على أبيها هرمز جراء أسرها. قال عمر: أتشتمني هذه؟ وهم بها، أي بضربها. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس لك ذلك، خيرها رجلا من المسلمين واحسبها بفيئه، يعني بحصته من العطاء. فخيرها، فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام، فقال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: جيهان شاه. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: بل شهربانو. قال الإمام للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، لتلدن منها خير أهل الأرض. فولدت علي بن الحسين عليه السلام، وكان يقال له صلوات الله وسلامه عليه ابن الخيرتين، فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس. شايف رؤيا قبل هذه المسيرة أن النبي محمد كان قد زارها وخطبها، قال له، عرض عليها الإسلام فأسلمت. ثم في اليوم الثاني زارتها فاطمة الزهراء في الرؤيا، وقالت لها أنه سوف يتزوجك ولدي الحسين عليه السلام، ستكونين قرينة، وأرتها وجه الحسين. قد روى القطب الراوندي أن الإمام علي عليه السلام عندما زوجها من ولده الصبط قال له: يا بني، احتفظ بها وأحسن إليها، فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك، وهي أم الأوصياء الذرية الطيبة. ولم تلبث بعد زواجها الميمون، وفي الخامس من شعبان المعظم لعام 38 من الهجرة، أن أنجبت الإمام السجادة زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. وقد توفيت في نفاسها على ما هو المشهور في الروايات.
فالسلام عليها وعلى بعلها وابنها، ورزقنا الله شفاعتها ورعايتها في الدنيا والآخرة.